مساء الخير على حضراتكم مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، واكيد جوله في كل ما يخص الالعاب الرياضيه المختلفه في كل الملاعب والصالات، وكمان اخبار بطولاتنا المحليه ومشاركات نجومنا وابطالنا في كل البطولات. شعارنا دايما هنا في برنامجنا ان الملاعب كتير والابطال اكتر وبكتير، وده اللي يخلينا نفتح ملف هو مهم جدا في التوقيت الحالي، ومن اجل بس فهم نقطه ضعف للاسف بيمر بيها أجيال مختلفة وفي رياضات مختلفة، ولسه لحد دلوقتي مش قادرين نقف عند النقطة إيه السبب بتاعها. الشباب وتواصل الأجيال ده أساس الرياضة، واللي بنشوفه دايما في كل دولة في العالم اللي بيكون عنده جيل مميز في الناشئين أو في الشباب أو أي لعبة عامة، بيكون دايما عنده منتخب أول قوي وبيحقق بيه نتائج مميزة بينافس بيهم على البطولات. ومصر خلال مشاركتنا في بطولات أفريقيا أو العالم أو دورات الألعاب للشباب بنحقق نتائج عظيمة جدا قوية، لكن لما الوقت بيعدي الأبطال الشباب دول بيبتدوا يختفوا كده بشكل تدريجي، أو لما بيوصلوا لمرحلة الكبار نتائجهم بتتراجع، ومش قادرين نفهم إيه السبب أو إيه الخلل اللي بيحصل عندنا بيخلينا نوصل للمرحلة دي، إن الناشئ بيكون بطل وعظيم جدا ولما بيكبر بيبدأ يتراجع ونخسر بطل كان ممكن يكون ليه دور مهم جدا في تاريخ الرياضة المصرية. أكيد عندنا خطأ بيحصل أو بيكون في عدم تخطيط بشكل ما هو أصل الموضوع، الموضوع ممكن يكون ماشي بشكل من العشوائية، مفيش تخطيط، ولو لقينا بطل أو منتخب بيظهر كده بيبقى طفرة فردية، لاعب متألق، جيل مميز، بعد كده ما بيكونش في أي اهتمام ولا تدريبات ولا معسكرات مدروسة تحافظ على مستوى البطل ده اللي هو كان ناشئ تطوره. علشان كده بنبتدي نصطدم بواقع النتائج اللي بتخص كل الأبطال دول لما بيكبروا ما بيكونش في أي تناسق ما بين نتائجهم وهم ناشئين وهم مع الفرق الكبيرة. الدليل على ده منتخب الكره الطايره مثلا اللي كان رابع العالم للناشئين في بطوله العالم للشباب اللي اتلعبت من ايام، بقى في المركز ال 13. الدليل على كلامنا ده كان في دوره العاب الشباب في الارجنتين في 2018، جينا فيها في المركز ال 22 في الترتيب العام بعدد ميداليات وصلت ل 12 بينهم 3 ذهب و3 فضه و7 برونزيات. نقدر نقول اللي كمل منهم هو أحمد الجندي في الخماسي الحديث، واللي حقق ميدالية فضية في أولمبيات أو حقق ذهب في أولمبيات الشباب وحقق فضية في طوكيو. غير كده نقف بقى ونشوف فين كل الميداليات دي اللي كنا حققناها في دورة ألعاب بالأرجنتين للشباب، راحوا فين أبطالها؟ هقول لحضراتكم بعض الأسماء، وإحنا سعداء جدا إن إحنا التاريخ بيحفظ الأسماء بتاعة اللعيبة اللي حققت إنجازات في الماضي، ولكن اللي إحنا واقفين عنده دلوقتي الحاضر بتاعهم هم فين دلوقتي؟ عبد الرحمن سامح اللي حقق البرونزية فين؟ إياد عادل اللي حقق برونزية في التايكواندو هو كمان فين؟ أحمد الصاوي حقق برونزية في الملاكمة مش موجود على الساحة، أحمد محمود لاعب المصارعة كمان كان صاحب برونزية في هذه الدورة. في لعيبة بقى رفع الأثقال الشباب متأكدين كمان أنه بسبب أزمات خاصة بالاتحاد المصري لرفع الأثقال وتجميد بقى النشاط والإيقاف اللي حاصل، كمان كان عندهم ضغوط يعني زيادة عن أي رياضة تانية. كان عندنا في دورة ألعاب الشباب في الأرجنتين 2 نسمة سيد حققت فضية وعبدالله جلال حقق كمان برونزية، هم فين دلوقتي؟ هل اتحاد رفع الأثقال فاكرهم اصلا هيكونوا متواجدين في الخطوات اللي جايه؟ بنتكلم في باريس 2024، من المؤكد ان كل الناس شغاله عليها، لان كنا بنتكلم انه اصلا 4 سنين بيبقوا يا دوبك لتحضير اي بطل، النسخه دي 3 سنين بتفصلها ما بين باريس وما بين طوكيو السابقه، فبالتالي ضغط كبير جدا ومفروض يكون في شغل اوريدي بدا وخطط المفروض تكون اترسمت لكل الابطال دول. ففين كمان روان ايمن واللي حققت فضيه في رمي المطرقه، ياسمين نصر لاعبة الكاراتيه حققت ذهب في دورة ألعاب الشباب. بنقول لحضراتكم أسماء ممكن تكون مش كل الناس عارفاها، ولكن إحنا عارفينهم ومقدرين جدا الإنجازات العظيمة اللي هم كانوا حققوها على مستوى المنافسة في مرحلة الشباب. ناشئين وشباب إحنا موجودين بشكل ملحوظ وشكل ملموس جدا على الخريطة الدولية، مفروض اللعبة اللي بتتألق على مستوى الشباب تتألق على مستوى الكبار. ده اللي شفناه في مثال مثلا كرة اليد اللي دايما يعني بنبص لها كرول موديل في نطاق كتيرة جدا فيما يخص نجاح منظومة.
بطوله، منتخب الناشئين بطل العالم، بعدها منتخب الشباب ثالث عالم، منتخب الاول خرج من دور الثمانيه في كاس العالم. عامه لو بصينا هنلاقي ممكن الناشئين هي الافضل، الشباب جيده، المنتخب الاول ضمن الكبار، ضمن الثمانيه الكبار، بس في الاخر احنا في نطاق منطقي، يعني ما بيحصلش دروب، مش منطقي. احنا كمان لما بنتكلم ان احنا بنخسر من دول متقدمه جدا وعظيمه، وخروجنا سواء في المونديال على ايد منتخب الدنمارك برميات الترجيح وبالاداء العظيم ده، هو كان بطل العالم وكمان هو المنتخب اللي حصد البطوله بعدها، يعني حافظ على لقبه في طوكيو. طبعا حدث ولا حرج، وصلنا للدور قبل النهائي، فرحنا كلنا رغم ان احنا ما قدرناش نحقق ميداليه، حصلنا على المركز الرابع، ولكن كان واضح ان في خطه وفي تواصل للاجيال، ولاعيبه منتخب الناشئين والشباب موجودين مع المنتخب الاول. ايه الموضوع؟ يعني مين اللي ممكن يكون يقدر يحل لنا هذا اللغز اللي مستمر في كل الرياضات، ومش قادرين نعمل حلقه الوصل المنطقيه اللي بتربط ما بين الاجيال وبعضها، وما تخليش ان منتخباتنا الاولى بتكون بعيده جدا عن المنافسه مع منتخبات تانية. واللي بيخلينا بنتكلم انه حتى لو احنا مثلا بعاد على مستوى الناشئين والشباب، ماشي نقول تمام احنا كده كده الرياضه دي احنا مش كويسين فيها، ولكن نكون موجودين على مستوى الناشئين والشباب وبعد كده نبتدي نختفي ويحصل دروب جامد جدا في مستوى المنتخبات الاولى، دي حاجه عايزين نعرف ايه اللي بيحصل مع الابطال الشباب وبيروحوا فين. لان الهدف اصلا من ان انت تكون بتكون منتخبات للناشئين ومنتخبات للشباب، الهدف مشاركتهم اصلا في المراحل المتقدمه، بطولات بقى الكبار، والطبيعي ان اللعبه اللي بيكون فيها ابطال عالم صغيرين لما يكبروا يكونوا ابطال برضو، يعني مش نلاقي الكبار نتائجهم متراجعه جدا جدا مقارنه باللعيبه الشباب والناشئين. الملف ده هنكون دايما وراه ودايما بنفتحه بشكل اكبر كمان في الفترات اللي جايه. التوقيت ده كل الاتحادات اللي هيكون يعني بيتم التصويت اليها وبتنجح في الانتخابات اللي بتجرى في الفتره الحاليه، هنكون بنفتح معاهم الملف ده علشان نعرف هم رايحين على فين وهيكونوا بيعملوا ايه للمستقبل بتاع الرياضه بتاعتهم اللي بيجي تحت مظله الرياضه المصريه باكملها. نقطة مهمة جدا دايما بتبقى كلغز، احنا ايه اللي بيحصل؟ ايه الجاب اللي ليه هم بيتفوقوا علينا في المرحلة اللي بعد كده؟ هل هي مسؤولية بتقع كمان على اللاعبين؟ يعني دايما علشان برضو نكون بننقل لحضراتكم صورة بتيجي من لقاءاتنا كمان مع بعض المدربين واللاعبين، فكرة اللاعبين اللي بيكونوا بروفيشنال من وهم صغيرين، ايه معنى بروفيشنال؟ ان هم بيشتغلوا رياضيين، بيشتغلوا لاعب طايره، بيشتغل لاعب يد، بيشتغل لاعب تنس، دي شغلته، دي الحاجه اللي بتدخل له دخل، مش بيعمل حاجه تانية غيرها، مش بيحاول يشتغل شغلانه تانية، ممكن يكون في الدراسه مش بيسعى اصلا هو يكون بيكمل دراسته، هي دي الحاجه اللي هو مكرس لها كل المجهود. دي ممكن تكون من النقاط اللي بتفرق شويه في مستوى اللاعبين عندنا، ان هما بيكون في تشتيت وبيعملوا اكتر من حاجه، ممكن بره بيكون تركيزه الوحيد متعلق بس بالرياضه اللي هو محترفها، ولكن على المستوى الاداري ايه اللي بينقصنا؟ يعني غير المستوى الفني لو في حته بتقع على اللاعبين، ولكن اداريا ايه اللي بيحصل في التخطيط؟ هل كل المخططين بيبقوا عاملين رسمه مظبوطه، ولا فعلا في شويه استهتار هو اللي بيؤدي في الاخر ان منتخباتنا الاولى للاسف بيكون مستواها بعيد جدا عن منتخباتنا نفسها اللي مع الناشئين ومع الشباب. نتمنى طبعا التوفيق في الفترات اللي جايه لكل نجوم منتخباتنا في كل المراحل العمريه المختلفه، ولكن طبعا بتبقى البطولات المتميزه واللي بيكون مسلط عليها الضوء بالشكل الاكبر هي منتخبات للفرق الكبيره او للمنتخبات الاولى، فان شاء الله يكون لينا ظهور مرضي اكتر في الفترات اللي جايه. اما عن ضيف حلقتنا النهارده هنكون بنتكلم عن كره اليد، الكابتن وليد عبد المقصود نجم الزمالك السابق لكره اليد، مدرب حراس منتخب مصر لكره اليد. حوار مهم عن اليد المصري، مشاركه الزمالك طبعا في مونديال العالم للانديه لكره اليد اللي هيكون في السعوديه سوبر جلوب، ومواجهه برشلونه المرتقبه المحدد ليها باذن الله يوم الاربعاء القادم. هنكون بنتكلم عن حراسه المرمى لمنتخب مصر
كمان لكرة اليد والأجيال الجديدة اللي بتتجهز للمستقبل، والمنافسة العظيمة اللي بنشوفها ما بين أكتر من عنصر من عناصر منتخبنا الوطني لكرة اليد في مركز حراسة المرمى بالتحديد، وإلى أي مدى التألق الكبير بتاعهم ده بيساند وبيظهر كمان منتخبنا بالشكل عام قوي ومميز. دايما كل محللينا لما بيكونوا بيتكلموا في استديوهات تحليليه بيذكروا ان اصبحت قوه اي منتخب في كره اليد يعني بتكمن قوتها بنسبه 70% في الحارس. فلما بنتكلم في 70% على الحارس واحنا عندنا حراس دلوقتي يعني في مستوى عظيم جدا جدا، والبدلاء زي الاساسيين والاساسيين يعني ما فيش بديل، ما تقدرش تقول ان ده بديل، ده هم كلهم اساسيين، فدي حاجه عظيمه جدا جدا. كمان سؤال حلقتنا بنطرحه على حضراتكم متعلق بكرة اليد وحراسة المرمى بالنسبة لمنتخبنا من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر On Time Sports. مين هو حارس المرمى المفضل ليك في كرة اليد المصرية؟ يوسف حسن الحارس المفضل لي طيار وهنداوي، الصراحة تحياتي ليك انت كمان، شكرا. أشرف الكابتن أيمن صلاح الكابتن حمادة روبي كاتونجا. إبراهيم فتحي حارسي المفضل في كرة اليد المصرية هو كريم هنداوي. شاكر محمد الطيار العالمي لاعب محترم فنيا وأخلاقيا. بهاء هنداوي وفلفل. يوسف حسن الحارس المفضل لي من وجهة نظري الطيار وهنداوي الصراحة، وتحياتي لي. طبعا اكتر من حارس متألق في التوقيت الحالي واخلاقيا وفنيا، دي كمان من اكتر المميزات اللي بتكون ملفتة للنظر وبتخلينا دايما مستريحين واحنا بنتفرج على الدربيات او لقاءات القمة ما بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. الروح الطيبة اللي بتجمع ما بين الفريقين، قتال طوال المباراة، ولكن مع انتهاء صافرة أحداث المباراة بتلاقي روح طيبة دايما بتكون بتجمع ما بين اللاعبين. ولكن في التوقيت الحالي بالنسبة لكرة اليد ممكن يكون الحدث الأبرز والأهم مشاركة نادي الزمالك المصري في كأس العالم للأندية لكرة اليد، بإذن الله يكون موفق وإن شاء الله يكون بيقدم عروض مرضية جدا جدا تكون بتفرح كل جماهير كرة اليد المصرية. ودلوقتي خلونا نتعرف مع حضراتكم على عناوين الأخبار في حلقتنا النهاردة. منتخب كرة اليد يواجه مقدونيا وديا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية. اتحاد كرة اليد يعتذر عن المشاركة في دورة فرنسا الودية. بعثة الزمالك تصل السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة اليد. الكويت تطلب تنظيم البطولة العربية لكرة السلة العام المقبل. الكاراتيه ينقل بطولة الدرجة الأولى للناشئين والشباب للقاهرة. فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد ألعاب القوى 11 أكتوبر.
نجوم مصر جاهزون لانطلاق منافسات مستر أولمبيا لكمال الأجسام. كاسبر رود يسحق كاميرون نوري في نهائي سان دييغو للتنس. الصين ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لدورة الألعاب الشتوية بكين 2022. وأخيرا حادث مروع في سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية. أكيد هنروح لتفاصيل أخبارنا، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا تكرموا دائما بالبقاء معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ونروح لتفاصيل أخبارنا ونبدأ مع أخبار الرياضات الجماعية. ومن كرة اليد، المنتخب الأول لكرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو غارسيا باروندو المدير الفني قرر خوض لقاءين وديين أمام منتخب مقدونيا هنا في مصر خلال التوقف الدولي بمشاركة اللاعبين المحترفين في الفترة من 1 حتى 7 نوفمبر من العام الجاري، استعدادا لكأس الأمم الإفريقية اللي هتقام في المغرب منتصف شهر يناير العام القادم. منتخبنا الأول عنده برنامج طويل استعدادا لكأس الأمم الإفريقية واللي بيحمل لقبها، وهيشهد معسكر في السعودية خلال الفترة من 15 حتى 22 ديسمبر، واللي هيكون بيشهد خوض المنتخب 3 ماتشات ودية بيتم الاستقرار عليهم في الفترة الحالية. بعد معسكر السعودية هيكون في معسكر في قطر في الفترة من 28 حتى 31 ديسمبر، وهيشهد 3 ماتشات ودية كمان بيتم الاستقرار عليهم حاليا، وفي دول كتير كمان بيتم التواصل معاهم لاختيار المنتخبات الأنسب اللي هيكون بيتواجه معاهم منتخبنا وديا. المنتخب بيرجع مصر يوم 1 يناير يلعب لقاءين وديين مع منتخب البحرين يومين 2 و4 يناير، وبعدها بيتوجه مباشرة لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية في المغرب يوم 13 يناير 2022. كل التوفيق أكيد لمنتخبنا الوطني حامل اللقب كبار القارة السمراء، منتخبنا الأول لكرة اليد في مشواره نحو تحقيق اللقب والحفاظ عليه مرة تانية. لسه مع أخبار كرة اليد ومع منتخبنا الأول أيضا، واللي اعتذر عن المشاركة في دورة فرنسا الودية لكرة اليد اللي هتكون بتتعارض ماتشاتها مع معاد انطلاق كأس الأمم الإفريقية، لأن بطولة فرنسا بتخلص يوم 11 يناير، والمنتخب هيكون بيلعب في كأس الأمم يوم 13 من نفس الشهر. والمدير الفني لمنتخبنا روبرتو غارسيا باروندو طلب فترة راحة مناسبة قبل بطولة الأمم الإفريقية علشان يكون بيجهز اللاعبين المصريين عندهم برنامج قوي علشان بطولة الأمم الإفريقية، واللي بنتمنى طبعا ليهم كلهم التوفيق فيها، يكونوا بإذن الله قادرين على تحقيق المزيد من الإنجازات. في عام 2019 من تونس حصلنا على اللقب، وبإذن الله نكون في المغرب في 2022 بنحافظ عليه. لسه برضو مع أخبار منتخبنا الأول لكرة اليد، ونقرب أكتر من أجواء منتخبنا في الفترة الحالية. معانا على التليفون الكابتن نور أبو زيد مدير المنتخب الأول لكرة اليد. مساء الخير على حضرتك يا كابتن. مساء النور، واهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين طبعا من قناه اون تايم. اهلا بحضرتك، يعني نطمن كده على المنتخب والتواصل فيما يخص ماتشاتنا الوديه القادمه سواء في السعوديه او في قطر، ابرز المنتخبات اللي ممكن نكون حابين نتنافس معاها قبل لقاءاتنا المهمه في كاس الامم الافريقيه. طبعا انا كنت سامع حضرتك وحضرتك بتقولي البرنامج كله، وفعلا ده البرنامج التفصيلي، انا بس يمكن دخلت في النص شويه. احنا عندنا برضو مباراتين وديتين مع مقدونيا في مصر هنا ان شاء الله في الاسبوع الدولي اول نوفمبر.
مش عارف حضرتك كنت قلت قلناها دي ولا قلناها لا. مقدونيا فهو ده اول استعداد يعني. ده طبعا الدوليين اللاعبين المحترفين هيكونوا معانا لاول مره من ساعه الاولمبياد، فاحنا هنتجمع اسبوع قبلها مع اللاعبين البحرينيين اللي هم مش محترفين، وبالمدرب اللي احنا بنتفق حاليا مع مدرب مساعد طبعا هيكون موجود عشان يغطي الفتره اللي فروندو فيها موجود في معانا الدوري الالماني. بالظبط كده يعني. هو في الاسبوع الدوري طبعا هيكون موجود وخلاص، تم الاتفاق على كل حاجه ان شاء الله يعني، بس هي ناقصه شويه توقعات وشويه حاجات كده ورقيه اكتر يعني بنخلصها وبعديها ايه ان شاء هويه الله. المدرب يعني، وصلتوا لحد فين فيما يخص التعاقد مع المدرب اللي هيكون موجود يعني بشكل في فتره غياب باراندو؟ لا هو طبعا فرناندو هو رشح المدرب المساعد اللي يكون موجود معاه طبعا يعني، هو طبعا ده اختياره هو عشان هو اللي هيطبق البرنامج بتاعه الفني، هو مش موجود فيعني هو مرشح يعني مدرب اسباني، فتواصلنا معاه ويعني ان شاء الله على اتفاق معاه. احنا الاول بس بنخلص التعاقد مع فروندو بالشكل الجديد ده، شيء خلاص يعني بنخلص الفتره دي ان شاء الله يعني، لسه هو في ورق محتاجين نخلصه وهيرجع فروندو يمضي العقد الجديد، وبعديها ان شاء الله هنعلن على المدرب المساعد وعلى الجهاز الكامل يعني معاه ان شاء الله. طيب فيما يخص معسكرين السعوديه وقطر، هل هيكون اللاعبين المحترفين موجودين يعني اللي في اخر ديسمبر اللعيبه هيكونوا متواجدين المحترفين فيما يخص شهر واحد بقى؟ لا قطر موجودين، المحترفين اكثر موجودين في بطوله قطر عشان هي من يوم 28 وده اوريدي هيبقى اللاعبين المحترفين من حق المنتخب المصري يعني، لان هي بتبقى 14 يوم قبل البطوله فاوريدي ده هيبقى في الوقت بتاعنا. اللعيبه يعني اللي هتخلص دوريتها بدري هتجي لنا بدري يعني، دوري فرنسا بيخلص بدري شويه عن الدوري الالماني فدول هيجوا لنا بدري شويه، محمد سلاد واحمد هشام ويحيى خالد نفس الكلام، فيعني من اواخر ديسمبر اللعيبه تبتدي تنضم، بس السعوديه هتكون بدري شويه، السعوديه من يوم 15 ل 23 هم لسه ما حددوش هتبقى في الرينج ده يعني، فدي مش هيكون معانا المحترفين، هتبقى فرصه كويسه جدا احنا برضو نشوف اللعيبه اكتر عناصر معانا اللي هي بالظبط محلية اللعيبه المحليه اكتر، فهيبقى فرصه كويسه برضو ان هم نشوفهم في الماتشات، فبحيث ان شاء الله لما نختار الناس للقائمه النهائيه هيكونوا خدوا فرصه كامله يعني. طيب كأس الأمم الإفريقية 2022 ما بينه وما بين النسخة اللي قبله، بالرغم ان احنا كنا ابطالها وتأهلنا من خلالها لطوكيو، ولكن احنا منتظرين شكل مختلف لمنتخبنا، مع العلم ان كانت ممكن تكون قوة الماتشات بتبدأ تظهر من مشوارنا في المربع الذهبي بداية، يعني قبل كده بتكون المنافسة مع منتخبات بتكون مش اقوى حاجة على مستوى القارة الافريقية، ولكن احنا مستنيين من منتخبنا ايه في بطولة الامم الافريقية غير ان هو يحصد اللقب؟ يعني انا شايفة انه ده حلم طبيعي ان احنا نكون متوقعين وبنتمنى ان شاء الله يكون في توفيق، ولكن بقينا على المستوى الافريقي انتوا كجهاز فني منتظرين ايه من منتخبنا؟ يعني هو ما فيش اكتر من احنا نكسب اللقب ان شاء الله يعني، هو ده اكيد. بس كأداء يعني احنا هل المفروض واحنا بنتفرج نحس ان منتخبنا فارق عن المنتخبات التانية فنيا اعلى، شكل الماتشات بينتهي بتألق اكبر في الجاب بتاعه النقط، فاهم حضرتك قصدي؟ لان احنا المفروض محطوطين في كاتيجوري مختلف دلوقتي يعني. بس لا طبعا، بس منتخب تونس منتخب قوي جدا طبعا، ومنتخب المغرب وانجولا والجزائر يعني دي برضه منتخبات يعني كويسه وعندها مستوى، وطبعا بالاخص طبعا تونس او منافس الاول يعني مصر وتونس دايما، هي افريقيا بتبقى ده يعني في الاخر قمه كره اليد الافريقيه ما بين مصر وتونس، فعمر ما ينفع نقول ماتش مضمون او احنا في جاب ما بيننا وبين تونس مثلا، لا في الاخر ده ماتش صعب جدا وماتش مهم جدا ويعني ليه حسابات مختلفه تماما، مهما كان احنا في ادفانتج دلوقتي عشان احنا مثلا كسبنا اخر مره في تونس، بس تونس فرقه يعني منتخب قوي جدا وعنده لعيبه محترفه، وفي الاخر كره اليد التونسيه طبعا يعني الكره طبعا يعني طبعا يعني ليها تاريخها وكل حاجه، بس يمكن احنا في التوقيت الحالي بقينا شايفين منتخبنا قادر يقدم، احنا بنتكلم على رابع اولمبياد، بنتكلم عن مستوى تاريخي قدمناه في مونديال 2021، فاصبح طموحنا على المستوى الدولي كبير جدا، ان شاء الله على المستوى القاري وكالعاده نقدر نحافظ على اللقب على لقبنا. فيما يخص اكيد بس عايز اقول بس يعني هي طبعا احنا في الاخر تونس برضه بطل افريقيا 2018، فهو منتخب محترم جدا وقوي جدا، فاحنا فكره ان احنا داخلين البطوله واحنا فاكرين ان احنا سابقين الناس كلها يعني ده مش طبعا مش طريقه تفكيرنا او حتى تفكير المدرب، احنا بناخد عاده مرحله مرحله وماتش بماتش وان شاء الله ما نخش البطوله، بس اكيد ماتش تونس بيبقى ليه تحضير مختلف وهو ده الماتش الرئيسي للبطوله، هو ده اللي بيحدد البطل في الاخر يعني في اغلب الظن، مصر وتونس هم في الفاينل
بس ما ينفعش ابدا انه يكون ماتش مضمون، ده لازم طبعا محضرين له كويس جدا جدا. طبعا نتمنى ان شاء الله اللعيبه كلها تبقى في حالتها ونبقى احنا كلنا في حالتنا وان شاء الله نقدر نكسب تاني باذن الله. اكيد لازم ذهنيا يكون كل اللاعبين جاهزين انه المنافس بتاعهم مش يعني طول الوقت يكون ذهنهم حاضر ان الماتش في الملعب، فما ينفعش حد يكون بيسترخي ان هي مباراه مضمونه. بالظبط اكيد. ولا الجمهور يعني، ده كمان علشان هو ده رجائي. ايوه علشان انا بحس ان احنا بنضغطكم بس بدون قصد يعني، تاكد يا كابتن. لا خالص بس يعني الحقيقه نحط بس بنشرح الوضع الحقيقي يعني داخل الماتش يكون ازاي، يعني زي في مصر كده الاهلي والزمالك في كره اليد او كره القدم في الاخر ما ينفعش غير متوقع الفريق احسن من فريق في الاخر ليه حسابات مختلفه وماتش يعني هو قمه البطوله يعني. طيب التواصل مع مستر باراندو دلوقتي عامل ازاي؟ يعني بعد ما هو خلاص بقى متواجد بيقود فريقه في المانيا، الدنيا عامله ازاي يا كابتن؟ احنا جربنا التجربه دي قبل كده قبل كاس العالم 2019 كان مع ديفيد ديفيس لما كان موجود وبرده جاله يعني احنا دايما المدربين بتوعنا بيبقوا مطلوبين في اوروبا جدا فهو برده قبل 2019 جاله ساعتها عرض من باسم هو فريق بيلعب فيه يحيى خالد من اقوى فرق اوروبا يعني وعملنا نفس التجربه وكان في مدرب مساعد اسمه مارك برده اسباني جه فتره اللي كان ديفيد غايب فيها وبعد كده ديفيد لما جه ومارك موجود سلموا يعني خلاص بيبقى فيه زي هاند اوفر كده بس الفرق بقى المره دي اللي ان شاء الله المدرب المساعد اللي هنتعاقد معاه هيبقى مكمل معانا لغايه البطوله. لما عملناها قبل كده كان بس لغايه ما المدرب المدير كان يرجع وما كملش. كان مرحله انتقاليه بس مش بالظبط يعني فاحنا يعني جربناها قبل كده والحمد لله يعني في الاخر كانت ناجحه برضه كانت ما اثرتش بشكل سلبي. يعني الحمد لله مشيت كويس. هي يعني عامه في اوروبا المنتخبات كلها بيبقى المدربين بتوعها هاند بول مش زي الكوره. يعني الفلوس مش زي الكوره قوي فالمنتخبات بتجيب عاده مدربين ماسكين انديه ومنتخبات مع بعض يعني معظم المنتخبات المدربين بتوعها ماسكين انديه اخرى في اوروبا فهو ده شيء طبيعي الفرق بس ان اوروبا في الاخر لما بيجمعوا هو كلها قريبين من بعض يعني ده بالظبط بقطر هيكون يعني مع المنتخب بتاعه وبقطر هيكون مع الفريق بتاعه بالظبط واللعيبه كلها بتلعب في تشامبيونز ليج في اوروبا وبيلعبوا في دوريات اوروبا ف بيبقى الموضوع اسهل شويه بس هو يعني انا بس بشرح ان هو ده عرف طبيعي مع المدربين في الهاندبول يعني تمام بس طبعا طالوندا يعني انا شخصيا على تواصل معاه دايما انا شخصيا بتواصل معاه وبتابع مع الدنيا هناك وبطمنهاش حتى لسه مراته واولاده لسه هنا في مصر لسه ما راحوش المانيا فيعني دايما في تواصل معايا وطبيعي هو مع اللاعبين بس هو دلوقتي مثلا اكيد لسه اول اسبوع هناك فبنركز في التمرين هناك واحنا كمان ما عندناش تجمعات الاسبوع ده عشان الزمالك بطولة العالم الأندية أيوة. لما فيش شيء فني بنتكلم فيه لكن طبعا قبل التجمعات هيبقى دايما باروندو بيبص على الأسماء اللي مبعوثة وبياخد تقرير عن التجميع اللي هي الحد والاثنين الأسبوعية ونفس الكلام من الأسبوع اللي قبل الأسبوع الدولي يعني دايما بيبقى فيه تواصل بشكل دايم يعني بيبقى مباشر ما بيننا احنا كاتحاد ومع المدير الفني ونفس الكلام مع المدرب المساعد لما يكون موجود ان شاء الله لازم المدير الفني يعني يبقى بعينه معانا مش بالظبط هناك وناسي الدنيا ما هو ده اللي احنا بنتمناه ولسه هشرح لحضرتك برضه ان احنا بنصور كل التمارين لان المحلل الفني بتاعنا بيصور كل التمارين وبيبعتها له برضه ده اللي احنا كنا بنعمله قبل كده مع ديفيد ديفيس يعني نفس فكنا اوريدي بنصور كل التمارين ونبعتها للمدير الفني عشان يبص على اداء التمارين برضه احنا عارفين قد ايه هو مستر باراندو بيهتم بالتفاصيل ودقتها فحاجه جيده جدا ان احنا نكون يعني مركزين حتى لو هو مش متواجد يعني مش بيحضر التمرينات بعينيه ولكن تكون بتتنقل له الصوره كامله من خلال الفيديوز بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ان شاء الله تكونوا موفقين في الفترات اللي جايه كابتن نور ابو زيد مدير منتخبنا الاول لكره اليد ولسه مكملين مع أخبار اليد وفريق الزمالك لكرة اليد وصل بالفعل السعودية النهاردة وده استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية اللي هيكون بيواجه فيها فريق برشلونة يوم الأربعاء اللي جاي في مباراة دور الربع النهائي للبطولة في مباراة قوية وصعبة للفريق بنتمنى طبعا الفوز يكون حليف الفريق الأبيض. الزمالك هيؤدي النهاردة مران خفيف في السعودية وبكرة المران الأساسي على الصالة اللي هتقام عليها المباراة وكانت نتيجة المسحة الحمد لله الأجرية للعيبة الزمالك سلبية والفريق في حالة تركيز كبيرة للمباراة وإن شاء الله يحقق الفوز ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
مباراة مهمة وممتعة بإذن الله هنكون بنتابعها. كل التوفيق أكيد لنادي الزمالك في هذه المباراة وهذا البطولة أو هذه البطولة اللي فيها تحدي كبير جدا أمام فريق مخضرم زي فريق برشلونة. من كرة اليد هنروح لأخبار كرة السلة، والاتحاد الكويتي لكرة السلة تقدم بطلب للاتحاد العربي لكرة السلة بيطلب فيه استضافة البطولة العربية في نسختها المقبلة، وذلك على هامش مشاركتهم في منافسات البطولة المقامة حاليا بالإسكندرية. جه طلب الكويت بعد نجاح الاتحاد السكندري في الاستضافة للنسخة الجارية من البطولة، واللي من المقرر أن يشهد نائب رئيس الاتحاد الكويتي مباريات فرق بلاده بصالتي برج العرب والاتحاد السكندري، وللمنافسة فيها اشتعلت بدرجة كبيرة وخلاص المجموعات بدأت تتحسم لتحديد المتأهلين لدور الثمانية، وتأهل لدور الثمانية كل من الزهراء التونسي واللي احتل ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما احتل الوكر القطري المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد ما حقق فريق الزهراء الفوز النهاردة على فريق الوكرة بنتيجة 81-51. وكان لينا بعض اللقاءات، تعالوا نشوفها ونعود مرة تانية. الحمد لله، يعني أول شيء الحمد لله على الفوز هذا، وكما قلت يعني على البطولة الإفريقية الحمد لله على حاجتين. ماتش اليوم يعني كان ماتش مستاهل الحمد لله، وفينا بانتصار يا أهلنا نلعب مرتاحين يعني في الأنكار. إن شاء الله تول عنا غدوة راحة، نرى هالدربة إن شاء الله والماتش، ونقدموا إن شاء الله ماتش فور ماتش وإن شاء الله الفينال إن شاء الله. الحمد لله تنظيم يعني كويس، كل شيء يعني موجود متوفر، يعني بطولة عربية من على طراز يعني الحمد لله. يوم كما يقولوا في تونس كيف كيف، يعني مصر تونس العرب في بعضنا يعني. الحمد لله وغرب. والله صحيح اليوم عملنا مباراة كبيرة، تعرف اللي فريقنا ما يرتكزش كان على الأجانب، يرتكز على الفريق كامل. كي تشوف معدل تسجيل كل لاعب تلقانا كل 10-11 10-11، هذا لافونتاج، هذه الأسبقية اللي عندنا على الفرق الأخرى. زيد لعبنا ديفونس باهية من الأول، هدفنا كان نترشحوا الوالا، ننتظروا بعد شكون شي جينا من الاتحاد السكندري والفوس ومن البولا ذيكا من المجموعه ذيكا. ان شاء الله احنا نحضروا كل ماتش ماتشوه وان شاء الله جاي خير. صحيح احنا لنا جينا نمثلوا مش كان في الزهراء الرياضيه، جينا نمثلوا في تونس. ديجا عندنا افونتاج كبير واسم كبير سابق في كره السله، سورتو خاصه في الاونه الاخيره. الحمد لله احنا لحد الان ممثلين الكره التونسيه افضل تمثيل، وان شاء الله باش نكملوا هكا ونسعوا باش نهزوا اللقب. عندنا بريسك نفس الثقافه، شعب معناه استقبلنا احسن استقبال، وديما كان الشعب المصري في المجالات الكل يستقبل في التوانسه، كسوا في التمثيل ولا في الكوره، حتى سياسيا كان يعاون فينا. ان شاء الله تقعد العلاقه الطيبه هذه بين البلدين وديما المصريين نشأها. تصريحات طيبة جدا وعلاقات طيبة بتجمع طبعا كل الدول العربية الحمد لله بمصر الحبيبة. بنستضيف أكثر من بطولة على المستوى الدولي، المستوى الإفريقي وعلى المستوى العربي، ومن ضمنهم هذه البطولة العربية لكرة السلة في نسخة استثنائية من حيث عدد الأندية المشاركة. ولسه مكملين الأخبار فيما يخص نتائجها. في المجموعة الرابعة حقق فريق البطائح الإماراتي الفوز على نظيره الغرافة القطري بنتيجة 78-67، وده أول فوز لفريق البطائح في البطولة وودع المنافسات. خلونا نشوف لقاءات ما بعد هذه المباراة ونعود مرة تانية. احنا لاعبين ثلاث ماتشات قبل كده، ثلاث ماتشات جامدين جدا. انت عارفين يمكن المجموعة الرابعة دي اقوى مجموعة في البطولة كلها، يمكن المجموعة الاولى والثانية والثالثة يمكن فيها الامور اسهل من كده بكتير، ولكن احنا خدنا ثلاث ماتشات الاولانيين وده الماتش الرابع. الحمد لله احنا من كل مباراة مع المباراة بيبقى الاداء بتاعنا افضل، والحمد لله رب العالمين النهاردة يمكن اكرمنا النهاردة بالمكسب. الاداء طبعا انت عارف كل ما يعني اخر المجموعة دي فبدا نوع من الارهاق على بعض اللعيبه، ولكن الحمد لله انا ممكن راضي عن النتيجه وراضي عن اداء المباراه الحمد لله. بالنسبه لمباراه اليوم يعني ما كان عندنا هالدافع كثير كبير يعني كلاعبي وحتى كجهاز فني، انه مباراه يعني تحصيل حاصل، يعني الفريقين طلعوا برات المنافسه، بس هذا ما بيمنع انه نعطي اداء.
هلا جربنا نريح اللاعبين كمان لانه عندنا نديم مصاب وعبد الرحمن اساسا مصاب، لاعبين الاساسيين جربنا نريحهم اكثر وقت ممكن، يعني ما حبينا، يعني حبينا نلعب المباراه بشكل سليم ونمشي المباراه، يعني كان بدنا نربح مش ما بدنا نربح، بس انه ما كانوا الحقيقه الحماس مع الفريق الاماراتي اكثر من الحماس اللي كان عندنا للعيبه، يعني اللعيبه تبعنا كانوا عم يلعبوا ليخلصوا المباراه اكثر مما انه كانت تهمهم النتيجه. بالنسبه للبطوله يعني احنا اول ما جينا على البطوله او اشتراكنا بالبطوله الحقيقه انا يعني ما نفوت بكومبيتيشن اذا ما يكون عندنا هدف انه نربح ونوصل لاكثر محل بالبطوله. أما عن منافسات المجموعة الثالثة واللي الأهلي بيحقق فيها الفوز على فريق الفتح السعودي بنتيجة 82-77 في مباراة قوية ومثيرة حتى الثواني الأخيرة، وبكده بيتأهل الأهلي كأول للمجموعة بعد الفوز بثلاث ماتشات واللي خاضهم، وبيتأهل فريق الفتح السعودي كتاني للمجموعة. كان لينا برضو بعض اللقاءات بعد المباراة واللي اتلعبت في البطولة العربية للأندية لكرة السلة، تصريحات اللاعبين والأجهزة الفنية بعد نهاية المباراة، خلونا نشوفها ونعود مرة تانية. وكمان فيما يخص مباراة شعب حضرموت وداد بوفريك واللي انتهت بفوز الفريق الجزائري بنتيجة 101-71. اليوم المباراة كانت نوعا ما سهلة، ولكن في فترة من الفترات رجعوا في سكول، يعني احنا عملنا تدويرة كبيرة يعني للاعبين، ريحنا كل لاعبين الاساسيين بعد ما حسينا شويه بشويه سكور نزل، طلعنا في الربع الثالث يعني الفرقه الاساسيه، خذينا يعني 30 نقطه، يعني كان هذا هو الاهم، الاهم هو الفوز للتاهل للربع النهائي بعد فوز الاهلي، اذا فاز الاهلي على الفتح. والحمد لله الاجواء كانت اليوم سهله علينا شويه، ما ضغطناش كثير، الحمد لله كانت بدون اصابات. ان شاء الله ننتظر ان شاء الله الان ربع النهائي بين الفرق اللي مازال عندها يعني مباريات، مازال ما نعرفوش من الفريق، لان احنا راح نحتك مع الفوج الرابع، الاول مع الفوج الرابع، وان شاء الله نشوفه ونحضروا نفسنا بعد يوم راحه بكره للربع النهائي ان شاء الله. برنامج يعني جيد جدا، حتى هنا في مصر في الفندق وكل شيء على ما يرام، التدريبات وخاصة يعني التخطيط للبطولة العربية، رغم أن كان يعني الفرق كثيرة مش سهل، كانت قاعة اثنين قاعات يعني روعة ممتازة، زايد التنظيم كان ممتاز، وكل يوم عندنا جيم، عندنا راحة، عندنا راحتين، إن شاء الله يعني كل شيء على ما يرام لحد الآن. يعني اليوم المباراة الثالثة ولعبنا اليوم المباراة، عندنا بعض الإصابات واللاعبين، عدد اللاعبين اليوم في المباراة هذه عبارة على 9 لاعبين، واصطاب اللاعب الرابع واصبحنا في حرج من هذه المباراة، ولكن الحمد لله استطاعوا الشباب بالعدد الواقع مثلوا نحن ولعبوا لعبة مباراة الحمد لله عليهم بكل حالة، ولكن الخسارة والفوز هي حياة على قول ذاك النظرية الرياضية، والحمد لله. طبعا فريق وداد با فريق لاعب يملك خبرات، لاعبين طوال قامه، وقد لعب اكثر من مره من برا كل حال، ونحن حكم ان نحن الان نستفيد من هذه البطوله، وهذه البطوله كانت الحمد لله امور كويسه مرتبه منظمه وكل حاجه، واشكر على كل الاخوان اللي قايمين عليها، والحمد لله سهلوا لنا كل المواضيع بكل سهوله ويسر، وهذا شيء دليل على ليس جديد ولا غريب على جمهوريه مصر العربيه. شكرا لهم، ونحن طبعا اليوم في ضيافتهم، وهم طبعا اهل كرم واهل جود الحمد لله. هذه المباراه من ناحيه فريقنا، طبعا فريق على قدرات العدد الموجود، وافضل اللاعبين اليوم في اصابات، مع ذلك نحن استطعنا ان نلعب هذه المباراه لنقدم شيء يليق بسمعه نادينا وايضا باليمن.
وكان في كمان مباراة قوية تانية ما بين الميناء اليمني واتحاد الفتح المغربي، واللي انتهت بفوز الفريق المغربي بنتيجة 103-66. فريق الاتحاد السكندري كمان ختم مبارياته في المجموعة الأولى بالفوز على فريق بليدة الجزائر بنتيجة 92-82، وتصدر فريق الاتحاد المجموعة الأولى، وهيواجه في دور الثمانية فريق الوكرة القطري، واللي احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية. يعني أخبار كتيرة جدا فيما يخص متابعتنا طبعا للبطولة العربية لكرة السلة اللي بتستضيفها الأسكندرية. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي المصري ونادي الاتحاد السكندري اللي بيمثلوا كرة السلة المصرية في هذه البطولة. كده نكون خلصنا أخبار ألعابنا الجماعية، وخلونا ننتقل بحديثنا سريعا إلى بعض الأخبار المتعلقة بالرياضات الفردية. بداية أخبارنا عن الرياضات الفردية من الاتحاد المصري للكاراتيه عفوا، واللي قرر نقل الأسبوع الأول لبطولة الدرجات أو الدرجة الأولى للناشئين والناشئات والشباب والشابات للكوميتيه للقاهرة بدلا من راس البر، واللي مقرر انطلاقها يوم 6 أكتوبر الجاري، وهتستمر حتى يوم 9 من الشهر الحالي بمشاركة عدد كبير من الأندية. كانت بعض الأندية اشتكت من تكلفة إقامة البطولة في مدينة راس البر، وإن دي تكاليف كبيرة جدا على الأندية اللي بتشارك، واتحاد الكاراتيه استجاب لطلب الأندية ونقل البطولة بالفعل للقاهرة. ومن الكاراتين نروح لأخبار ألعاب القوى. ومجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى قرر فتح باب الترشح للانتخابات يوم 11 أكتوبر الجاري، على أن يستمر لمدة أسبوع لمن يرغب في التقدم بأوراق ترشحه على أي منصب. كمان تحدد يوم 5 نوفمبر معاد لعقد الجمعية العمومية العادية، واللي تم الاستقرار على معادها بعد انتهاء الجهة الإدارية من تصنيف الهيئات الرياضية التي يحق لها الحضور والتصويت. اتحاد ألعاب القوى كان أعلن أنه لن يتم إقامة أي بطولات من مسابقات النشاط المحلي إلا بعد عقد الجمعية العمومية وإقامة الانتخابات، وأعتقد أن ده كمان هيكون قرار غير موفق، وأن إقامة البطولات لازم يقام بغض النظر عن الانتخابات. وفي اتحادات كتير كمان عندهم بطولات شغالة، وفي انتخابات عندهم لازم كمان اتحاد يكون بيكمل مشواره ايا كانت ايه يعني الحاله الاداريه اللي حاصله فيه، ولكن المسابقه المحليه وبالنسبه للاعبين اللي احنا دايما بنطالب بانهم يكونوا مركزين ومستواهم جيد، لازم يكون في تنافس، لان ده اللي بيكون بيزود من امكانياتهم وقدراتهم. فهنشوف يعني القرار ده هيكون بيستمر ولا يحصل فيه تغيير، ولكن لحد دلوقتي ده اللي حاصل فيما يخص الاتحاد المصري لالعاب القوه. من العاب القوه هنكون بنروح لبطوله مستر اولمبيا لكمال الاجسام، واللي عايشتنا السنه اللي فاتت حاله عظيمة جدا وانتصار عبقري حققه نجمنا المصري بيج رامي. ننتقل بحديثنا عن هذه البطولة اللي هتقام في أمريكا، وهيكون بيشارك فيها لأول مرة عدد كبير، بنتكلم عن 4 نجوم مصريين جنب البيج رامي حامل اللقب، محمد شعبان وحسن مصطفى وأحمد الورداني، وده لأول مرة 4 مصريين بيشاركوا في البطولة الأكبر في كمال الأجسام. في تدريبات كتيرة واستعدادات كبيرة لنجومنا الأربعة، اللي بنتمنى طبعا ليهم كل التوفيق، وإن يكون حامل اللقب مصري مرة تانية، نحافظ على الإنجاز الكبير اللي حققه البيج رامي السنة اللي فاتت، وفضل متصدر حديث السوشيال ميديا والبرامج والأخبار. كل الحالة اللي هو كان عاملها كانت استثنائية، لأن هو كان أكتر من نسخة بيقرب بشكل كبير، ولكن ممكن ما يقدرش يحصل على اللقب. فيعني إن شاء الله يكون موفق بيج رامي وكل نجومنا المصريين في البطولة القادمة.
بكده نكون خلصنا اخبار حلقتنا النهارده، وهنكون بنطلع لفاصل استقبال ضيفنا النهارده الكابتن وليد عبد المقصود، نجم الزمالك السابق لكره السله، مدرب حراس منتخب مصر لكره السله الشباب. حوار مهم جدا عن اليد المصريه، وكمان منتظر ايه من نادي الزمالك في مشاركته في مونديال العالم للانديه خلال الايام القادمه. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معانا ضيفنا، خليكم معانا مشاهدينا. احمد الاحمر واختراقه، وادي هدف جميل، تسلم ايدك حبيبي احمر، هو اللي بيستحق التحيه والاشاده، هو اللي صنع الهدف، هو الاحمر حلال الحلول، في ايده الدواء لسه بقول، وادي بكار، الله يا سلام عليك يا عمر يا وكيل، وادي تسديده لسه بقول، انا قطريه والله، هتشعلن وتحل اللقاء، تسلم ايدك تتلف بحرير، والله الدواء والعلاج افضل من كده بكتير. تمريرات سريعه، هو نجم الشباك، نجم اللقطه، مكان وبيمر شباك قوي مع يحيى الدير، هو حسن وليد اداع. كرة اليد المصرية على مدار السنوات، على مدار سنين كتير من السنوات اللي فاتت صراحة، على مدار أجيال كتير فاتت وأجيال حالية، دايما بنحس أنه في استمرارية وفي كونسيستنسي كده ملفتة جدا للنظر في مستويات لاعبتنا. ولكن مؤخرا مع تطور الرياضة أصبح دور حارس المرمى فيها هو الأبرز، هو الأهم، هو اللي بيدي فعلا قوة للفريق أو للمنتخب. فلو الحارس ده فايق، لو الحارس ده فورمة، هو اللي هيقدر يحمي فريقه، وهو اللي هيقدر يخلي فريقه يفوز. ده تطور كبير جدا شفناه في كرة اليد المصرية، وده اللي يخلي فكرة ان احنا يكون عندنا دايما اهتمام بالمركز ده بجانب المراكز التانية طبعا يكون حاجة مهمة جدا. النهاردة نورنا واحد من نجوم كرة اليد المصرية وصاحب تاريخ كبير مع منتخب مصر ومع نادي الزمالك، وواحد كمان من مدربين دلوقتي منتخباتنا الوطنية لكرة اليد تحديدا فئة الشباب، كابتن وليد عبد المقصود. اهلا بحضرتك ومنورنا. اهلا بيك. حراسة المرمى مؤخرا بقى ليها سكسيه مختلف، ما اعتقدش انه كان في الاجيال اللي قبل كده، كان في اسامي بتظهر بنجوميتها، ولكن قيمه المركز وازاي بقى بيتم تقديره من قبل التحليل ومن قبل المدربين اعتقد اصبح مختلف شويه. ممكن حضرتك تقربنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بتشرف ان انا موجود معاكم في قناه النهارده ان شاء الله. طبعا مركز حراسة المرمى دلوقتي بقى هو يعتبر من اهم المراكز الموجوده في لعبه كره اليد، نظرا للتطور الطبيعي جدا اللي حاصل في اللعبه. اللعبه بتزداد قوه، بتزداد شراسه، فالتحليل والتكنولوجيا اللي دخلت في اللعبه بقى المستوى عالي جدا، فبقت المركز بقى ليه صعوبه خاصه، مش اي حد يقدر يقف في المكان ده. فطبعا مع التطور اللي حاصل ده كله بقى في اولويه كبيره جدا، والاهتمام بقى ازيد بكتير جدا لوجود مدربين لحراس المرمى، بقى الموضوع متخصص جدا، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نطور الاداء بتاع الحراس، فالموضوع بقى اكبر بكتير. يعني الاهميه كبيره جدا للحارس دلوقتي، بيمثل حوالي 50-60% من الاداء والمكسب اللي بيحصل للفرقه. طيب احنا بنتكلم عن منتخبنا الوطني صاحب نجوم كتير في المركز ده، فرؤيه حضرتك ليهم هل نقدر نصنف افضل حارس في مصر؟ يعني في الكوره بيجاوبوا بسرعه جدا يقولوا الشناوي على طول، بس في اليد هل عندنا حارس نقدر نقول هو ده الافضل؟ لا، احنا عندنا في كره اليد الموضوع مختلف شويه، لان احنا عندنا تطور كبير جدا في الحراسه، في اجيال كبيره جدا، بداية من كابتن أيمن صلاح، كابتن حمادة الروبي، كابتن حمادة النقيب، أنا الحمد لله، في كريم هنداوي، في الطيار، في العناصر طبعا زي حميد وزي عبد الرحمن طه، دول كانوا على مستوى الشباب. فعندنا مجموعة حراس كبيرة جدا على مدار لعبة كرة اليد في مصر. فإحنا دلوقتي يعني اللي موجودين على الساحة دلوقتي كريم هنداوي والطيار ورامع حميد وعبد الرحمن طه، دول الحراس اللي موجودين دلوقتي في منتخب مصر. كنا شايفين طبعا الأداء بتاعهم المميز جدا في آخر ألعاب أولمبية بالنسبة لكريم وللطيار، هم اللي كانوا الحراس بتاعنا، وكان معاهم محمد علي كمان متواجد معاهم في الأولمبياد.
طبعا كان مستوى مقدمين مستوى هايل جدا، ساعد الفرقه كبير كتير جدا ان هي توصل للمستوى اللي احنا وصلنا له ده. بيكملوا بعض هما الاثنين يعني طبعاً هنداوي والطيار. احنا ما عندناش يعني ما عندناش حراس اساسيين وحراس احتياطي بالزبط. يعني ما عندناش، لا احنا عندنا الموضوع هو منظومه متكامله. الحراس بتشتغل على نفسها كويس، بيبقى في جزء للتحليل بيبقى قبل المباراه، في جزء فني كبير قوي بيقوم بيه مدرب حراس المرمى. طبعا مع وجود الحراس، مع محلل الاداء، مع المدرب اللي موجود، مع طريقه اللعب او الطريقه الدفاعيه اللي احنا بنقوم بيها، فالحراس بيبقى عليهم دور مهم جدا. طبعا هم بيذاكروا مع بعض قبل المباراه، طبعا الموضوع طبعا بيوجهوا بعض في المباراه مع وجود المدرب مدرب الحراس. فلا الموضوع بقى دلوقتي الوضع مختلف تماما، هم بصراحه منظومه كويسه جدا وعاملين نتائج هايله مع بعض. طيب محلل الاداء وحضرتك ذكرته اكتر من مره، وانا كنت حابه نتكلم فيه لان هو في بيبقى جزء كبير جدا من تحليله بيبقى مخصوص للحارس، بيعرفوا اكتر على العناصر الهجوميه في الفريق المنافس، بيحاول كمان يحفظه كل واحد بيصوب في انهي اتجاه وباي شكل. فبالتالي هو بنتكلم انه المفروض يكون عنده تركيز، عنده قوه بدنيه، عنده سرعه بديهه، وعنده ذاكره حديديه ان هو في الثانيه اللي في شخص جاي يصوب عليه يتذكر هو ده المفروض يروح في انهي اتجاه. دي حاجه بتتنمى عند الحارس ولا حاجه موهبه من عند ربنا؟ طبعا الجزء الموهبه هو موجود، لكن احنا دلوقتي على طول شغالين بقالنا فتره كبيره جدا، محللين الاداء بقالهم فتره كبيره موجودين معانا. طبعا مع وجود مدرب الحراس دوت هو بيطلب منه بعض المواقف اللي بتحصل في الملعب، طبعا مع الفيديو اللي بيحصل لكل الفرقه بيبقى في جزء خاص جدا لحارس المرمى، بيبقى المدرب بيركز على حاجات معينه، مين اللعيبه المصوبه من الخارج، اللعيبه المصوبه من الخط الامامي، الاجنحه، بيبقى في طرق معينه للتركيز والشرح فيها. طبعا مع خبرات اللعيبه اللي عندنا كريم وعندنا الطيار، طبعا لو احنا بنتكلم على المنتخب الاول كريم والطيار دول موجودين. كريم كان بيلعب في اوروبا السنه اللي فاتت، بيلعب في ثلاث فرق ورا بعض في اوروبا، من تركيا لرومانيا لمقدونيا. وعصام طبعا كان موجود هنا في مصر في النادي الاهلي مع وجود المدرب الاجنبي، بيحاولوا طبعا. خبرات بقت زياده جدا، مستوى اللعب بقى عالي جدا، في بطولات عالم هم شاركوا فيها، بطوله عالم في مصر واللي قبلها في الدنمارك. طبعا الخبرات دي بتنمي كتير جدا، زائد الموهبه اللي موجوده عند اللعيب. يعني الموهبه اساسيه طبعا في الموضوع، يعني احنا بنحاول نطور الاداء بس هي الموهبه موجوده. العناصر بتاعت حارس المرمى نفسها اللي هي رد الفعل والقوه والسرعه اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي، هم ده اللي بيتوجهم دلوقتي الخبرات بتاعت الحراس دي اللي موجوده. طيب هل نقدر نقول ان احنا كمصريين مطمنين على مركز حراسه المرمى لمده سنوات، ولا المفروض دلوقتي يكون بيبدا يظهر نماذج تانية؟ ان احنا بنتكلم انه وحميد بيلعب مع منتخبنا للناشئين وبيحققوا البطوله، كان موجود مع الشباب وكان بيتم استدعائه مع المنتخب الاول، هل دلوقتي عندنا نموذج في نفس المرحله دي بيقدر يعمل الثلاث حاجات ولا محتاجين نطلع اكتر؟ طيب احنا دلوقتي المنتخبات الموجوده عندنا منتخب ناشئين لسه متكون بقاله يا دوب ثلاث شهور ولا حاجه، ومنتخب شباب. منتخب الشباب طبعا اللي موجود دلوقتي اللي هم مواليد 2002، طبعا في منظومه معموله دلوقتي لحراس المرمى اللي موجوده في مصر، طبعا في اللجنه اللي موجوده دلوقتي في الاتحاد المصري لكره اليد هي مساعدانا جدا، عملنا حاجه اسمها مدرسه حراس المرمى. المدرسه دي معايا فيها كابتن محي صلاح هو المشرف عليها، واحنا دلوقتي بنجمع في منتخب 2002 محاولين مجمعين حوالي 6 او 7 حراس مرمى، دول بيكملوا الثلاث حراس مرمى اللي موجودين في التشكيل الاساسي او في القوام الاساسي للمنتخب. وطبعا عاملين الكلام دوت لمنتخب 2004 نفس الكلام. المدرسه دي هتبقى مستمره مع موازيه للخطه الاعداد اللي موجوده للمنتخبات نفسها. طبعا في فتره وفي فكره كمان ان احنا هنبدا نجمع الحراس المميزين في الدوري، نعمل لهم تدريب عشان نقدر نشوف الحراس المميزين اللي نقدر ندخلهم المنتخب الاول. تمام. منتخب الشباب دلوقتي حابين نعرف، يعني بما ان حضرتك يعني ضمن جهازه الفني، ايه الخطه اللي معموله له وايه جدول البطولات الخاص بيه؟ طيب هنبدا من منتخب الناشئين الاول. هو منتخب الناشئين متجمع بقاله زي ما انا بقول لحضرتك لسه متكون بقاله 4 أشهر في مصر او 3 أشهر. القياده الفنيه الكابتن مجدي ابو البجد اللي هو صاحب الميداليه الذهبيه في منتخب الناشئين. بالظبط كده. كابتن طارق محروس هو المركز الثالث، معاه كابتن محمد عبد السلام ريشه، ومعاه كابتن محي وانا موجود معاهم، ودكتور عمرو يوري. ده الجهاز الفني. في بطوله عربيه ان شاء الله للناشئين
ده للناشئين. حضرتك في الناشئين وفي الشباب. احنا المنظومة لغاية دلوقتي ما حاولناش، بتحاول نجمع اكبر عدد من الحراس. أوكي. نقدر نشتغل معهم، مش عاوزين يحصل اختلاط دلوقتي ونتشتت، عاوزين نركز مع الحراس عشان نقدر نطلع حراس كويس. في بطولة عربية ان شاء الله موجود هتحصل في السعودية ان شاء الله في شهر 12 الجاي، وهم كمان عندهم بطولة بحر متوسط. المنتخب لسه بيتجهز، بنحاول نعمل الشغل بتاعنا. هم التجمعات مستمرة طول، طبعا طول الأسبوع من السبت للاثنين تجمعات مستمرة. ده المنتخب الناشئين. منتخب الشباب التجمعات بتاعته بتبقى من يوم الجمعة ليوم الأحد، وبرضه نفس الكلام المنظومة فنية بقيادة كابتن صابر حسين، الكابتن عمرو خليفة، وموجود دكتور ماجد، واحنا برضه كابتن محي وانا موجودين ان نشتغل على الجانب الخاص بحراس المرمى. المنتخب الشباب يعني عنده اول بطولات هتبقى السنه الجايه ان شاء الله، هتبقى عنده بطوله افريقيا وبطوله عالم. لسه ما نعرفش الاتحاد الدولي هيقرر بالنسبه للبطولات الافريقيه او بطوله البحر المتوسط هتحصل امتى، فاحنا مستنيين طبعا. الاجنده الدوليه لسه ما وصلتناش، لكن الحاجات القريبه هي المنتخبات لمنتخب الناشئين. طيب هل بيفرق مع حضرتك كمدرب حراس ان الشباب ان يكون حراسك ليهم دور مع الفريق الاول في ناديهم، ولا مش شرط؟ لانه مش شرط يتم تصعيدهم، بس هي حاجه تفرق معاك ولا لا؟ ممكن يكون مستواه كويس من غير ما يكون بيحتك بالفريق الاول بتاع النادي بتاعه. لا طبعا طبعا، نفسنا كل الحراس بتاعنا في منتخب الشباب او الناشئين يلعبوا هم بنسبه في الفريق كام الأول. احنا عندنا تقريبا حارس واحد او اثنين حراس هم اللي بيلعبوا في الفرق الاولى. طبعا منتخب الناشئين عندنا حراس بيلعبوا في الفئه السنيه الاعلى اللي هي فرقه 2002. عندنا تقريبا ثلاث حراس بيلعبوا في نفس الفئه الاعلى منهم. بس احنا عندنا في 2002 اللي هو منتخب الشباب عندنا حارسين اثنين بيلعبوا مع الدرجه الاولى. طبعا حاجه بتفرق جدا، فرق القوه وفرق الخبرات اللي بيستفيدها الحارس. فاحنا ان شاء الله يعني بنحاول على قد ما نقدر. طبعا يعني في نادي زي نادي الزمالك، نادي الاهلي، الحراس اللي فيه بتبقى صعب جدا الحراس الصغيره تقدر تلعب، لان فتره المنافسه او قوه المنافسه اللي موجوده كل الفرق بتنزل تعمل اقصى حاجه مع النادي الاهلي او نادي الزمالك. فبتبقى صعب جدا ان هو يدي فرص للحراس. لكن احنا على قد ما نقدر في الانديه الثانيه الحراس بتاعتنا الحمد لله عاملين شغل كويس، وان شاء الله يبقى في نتائج كويسه ليهم ان شاء الله. هل يعني اعتقد برضو تكون رساله مهمه من حضراتكم كجهاز فني ان انت تكون بتحسس اللاعبين كلهم ان الفرص فيها تساوي بعيدا عن الانديه الجماهيريه او الناديين الكبار، يعني قطبي الرياضه الاهلي والزمالك والزمالك والاهلي، فلاي مدى انتوا باصين بشكل فيه توازن لكل الانديه المصريه؟ يعني حضرتك لو احنا بنتكلم على مستوى اللعيبه ومستوى الحراس، احنا اصلا في التجمعات بتاعتنا بتبقى يوم الجمعه ليوم الاحد، بيبقى عندنا فرق الشباب اللي هي 2002 عندها ماتش بتبقى في الدوري يوم الثلاث، وعندنا الدوري العمومي اللي هو الدوري المحترفين يوم الخميس والجمعه. فاحنا عندنا اغلبيه اللعيبه طبعا بتلعب بتفك المعسكر بتروح على الماتش بتاع يوم الثلاث. في حوالي 6-7 لعيبه بيلعبوا كمان للفريق الاول، فاحنا حاطين القوام الاساسي ان اللعيبه بتاعت فرقه 2002 او منتخب 2002 يلعب ماتشين بس في الاسبوع، ودوت حاجه عشان نحافظ على الناحيه البدنيه بتاعتهم. فاحنا عندنا تقريبا عدد كبير، عندنا 7 أو 8 لعيبه كمان دلوقتي بيلعبوا مع الفريق الاول في معظم الفرق. فدي حاجه طبعا مخليها العنصر الحماس عندهم زياده جدا، عشان بيحاولوا يثبتوا نفسهم كمان، يحاولوا يخشوا المنتخب الاول ان شاء الله. طيب بس احنا بنبص على الانديه كلها وعناصرنا من انديه مختلفه، كل المباريات تقريبا متغطيه بالجهاز الفني سواء المنتخب 2004 او المنتخب 2002. في خطه معموله ان احنا بنروح المباريات كلها تقريبا، مفيش حتى المباريات اللي بتبقى خارج القاهره في ناس مخصصه ممكن تروح وتغطي المباريات. فلا الموضوع متغطي كويس قوي ومتكفر كويس جدا هنا في المنظومه، معموله كويس جدا، وعلى قد ما نقدر بنحاول ندي كل الفرص لكل الناس. بالظبط. طيب انا اكيد حابه اسال حضرتك بقى عن الزمالك ومشواره ومستني ايه منه في كاس العالم للانديه، ولكن استاذن حضرتك نروح لهذا الفاصل ومن ثم نواصل مشاهدينا، خليكم معانا. لسه بنتكلم النهارده عن كرة اليد المصريه، ومنورنا الكابتن وليد عبد المقصود نجم حراسة المرمى لنادي الزمالك سابقا ومدرب حراس المرمى لمنتخبنا الوطني للشباب. اهلا بحضرتك يا كابتن. ويعني تابعنا مباراة سوبر افريقي رائعه ومميزه، بالرغم ان كان باين ان لسه اللعيبه مش في افضل فورمه بدنيا وفنيا، لان هي كانت بعد سيزن طويل وبعد عوده من طوكيو، ولكن كانت مباراه مليئه بالدراما. قدر الزمالك يحقق فيها فوز غالي على النادي الأهلي، يتأهل من خلاله مباشرة إلى كأس العالم للأندية في السعودية.
مباراة افتتاحية أمام فريق برشلونة بطل القارة الأوروبية، فرؤية حضرتك لهذا اللقاء منتظر إيه من نادي الزمالك يقدر يقدمه أمام بطل مخضرم زي برشلونة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برشلونة هو بطل 5 نسخ لبطولة السوبر جلوب. برشلونة طبعا فريق رقم 1 في أوروبا أو رقم 2، دايما بيلعب فاينل السوبر جلوب، واخد 5 مرات البطولة، آخر 3 نسخ هو اللي حصل على البطولة. الماتش صعب طبعا، يعني احنا بنحاول نمني نفسنا ان احنا بنلعب، ان منتخب مصر هو اللي بيلعب برشلونه دلوقتي. لعيبه الزمالك نسبه كبيره منهم هم قوام منتخب مصر بالتشكيل بتاعه كامل، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل مباراه كويسه. اتمنى ان الزمالك يعمل مباراه كويسه ويفوز في المباراه دي. طيب ايه المطلوب من لعيبه الزمالك؟ هل في حاجه مطلوبه منهم بالتحديد كمدير فني؟ هل في حاجه يتم التركيز عليها؟ اللقاء اكيد مفروض اصلا يكون حصلت استعدادات ليه بشكل كبير، ايه اللي كان المفروض يحصل من وجهه نظرك؟ طبعا هو المدرب اوليفر روي ده كان عايش تقريبا في منظومه برشلونه مده كبيره. المدرب دوت مفروض يعني حافظ السيستم بتاعهم، هو مفروض الفتره دي هو بيورينا بقى الشغل بتاعه. احنا محتاجين نشوف هو هيعمل ايه، هيقدم اضافه ايه لنادي الزمالك في البطوله دي. نادي الزمالك حصل قبل كده على المركز الثالث وحصل مرتين على المركز الرابع في البطوله. محتاجين الماتش دوت، ماتش دور الثمانية والماتش دوت لعبنا فاينل مرتاح، لو احنا قدرنا ان احنا نحقق فيه الفوز. طيب احنا نحقق الفوز ازاي؟ الراجل دوت المفروض هو مذاكر الفرقه كويس، مذاكر فرقه برشلونه كويس، العناصر مش غايبه عنه، لسه برشلونه لاعب فريق فيسبريم في بطوله اوروبا، الماتش لسه كان قريب ما بقالوش اكتر من 4-5 ايام، فهو يقدر يشوف مستواهم الحالي. يعني عارف كل حاجه عنهم، طبعا هم فرقه كبيره، الماتش مش هيبقى سهل، بس احنا اللعيبه بتاعتنا بقت خلاص عندها من الخبرات والمستوى اللي يقدر يأهلنا ان احنا نطمع ان احنا نحقق الفوز، مفيش اي مشكله. لكن طبعا احنا بنتمنى ان هم يكسبوا، بس انا عارف ان المباراه صعبه، لكن اللعيبه دي هي مسافره عشان الماتش ده. من الاخر يعني هم مسافرين يكسبوا الماتش دوت يلعبوا فاينل، وده طموحهم. هو خلاص اللعيبه دي ما بقاش عندها سقف للطموح بتاعها، فانا متوقع ان المباراه هتبقى قويه جدا ان شاء الله. كل التوفيق للحراس المرمى كريم هنداوي وخليل ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي ان هم يقدموا لنا مباراه كويسه. هم لو كانوا اون جيم او هم في المباراه ان شاء الله المباراه تبقى يعني من نصيب نادي الزمالك ان شاء الله. طب هل شايف الكفتين متساويتين ولا لا؟ طبعا نادي برشلونه بيضم كل العناصر بتاعته محترفه، اعظم واقوى عناصر موجوده في القاره الاوروبيه تقريبا، ومعاهم طبعا كابتن علي زين باك ليفت المنتخب المصري. طبعا هو واخد يضم اكبر مجموعه في اوروبا تقريبا، فرقه على طول بتلعب فاينل بطوله اوروبا، بتلعب واخده زي ما انا بقول 5 مرات بطوله سوبر كلوب، واخر 3 نسخ هي حاصله عليهم. فاحنا نطمح ان اللعيبه بتاعتنا تعمل مباراه كويسه، يبقى يبوليد على طول معاهم في الماتش. اتمنى ان هم يعني يكسبوا المباراه، وخصوصا ان احنا لينا طار معاهم مع منتخب اسبانيا من الاولمبياد. بالظبط في مباراه تحديد الميداليه البرونزيه. بالظبط كده. طيب الاحتراف بالنسبه للعيبه اليد، هل مفتقدين فكره حراسه المرمى؟ يعني بنشوف لعيبه بتطلع، كان لسه حميد بره، كان لسه كريم برضو موجود في مقدونيا، بس مش بنلاقي مشوار بيبقى شبه مشوار علي زين او شبه مشوار سند او شبه مشوار دودو، اللي هو تحس ان فيه خلاص انا حطيت رجلي في الحته دي وهفضل اتنقل في النطاق الاوروبي. ففي ايه بينقصنا؟ هل احنا محتاجين الخطوه دي ولا احنا تمام بالتواجد ده؟ طبعا الاحتراف هو بيكمل لنا كل الشغل بتاعنا وبيوصلنا لمستوى تاني ومرحله تانية. احنا عندنا تجربه بتاعت كريم هنداوي، طلع في نادي في تركيا وبعد كده نادي رومانيا وبعد كده راح نادي في مقدونيا. وعندنا طبعا دلوقتي في كذا حد، في حارس برضه احترف طلع تشيك اسمه محمد ابراهيم، في عندنا طبعا حمايد كان في فرقه في بولندا. احنا الفكره كلها ان الحراس بتاع يعني حراس منتخب مصر التركيز عليهم في الانديه بيبقى صعب جدا ان هم يسافروا. يعني عندنا كان الطيار جاي له حاجه، جاي له فاردار في مقدونيا وكان جاي له برشلونه على فكره، دوت كانت من الحاجات اللي انا اعرفها. لكن الموضوع ان النادي هنا النادي يسيبه، النادي هو ده النادي هنا صعب جدا، لانه بيبقى النادي نادي جماهيري، نادي عايز بطوله، فبيحاول يضم هو اخر العناصر بتاعته الاقوى. ف
فبيحاول يحافظ على اللعيبه بتاعته. رجوع كريم طبعا لنادي الزمالك طبعا اضافه قويه جدا، كريم من العناصر المهمه جدا نادي الزمالك على كل المستويات. اتمنى ان شاء الله ان احنا نخرج حراس مرمى يحترفوا بره، طبعا هتفرق معانا جدا 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 على مستويات المنتخبات، وهتفرق معانا في البطولات الجايه ان شاء الله. الى متى ستبقى المنافسه المحليه منحصره ما بين الاهلي والزمالك؟ يعني انا اتمنى ان نخش فرق تانية. احنا عندنا طبعا فريق طلائع الجيش، فريق نادي سبورتنج، نادي سموحه، في فرقه بتحاول، بس طبعا الامكانيات بتاعت نادي الزمالك او النادي الاهلي وطموح اللعيبه ان هم يلعبوا في المؤسسين دول هو اللي بيخلي الضغط بيبقى عليهم، هو اللي على طول اللعيبه على طول عايزه تروح نادي الاهلي، عايزه تروح نادي الزمالك. المستوى طبعا الجزء المادي ماديا طبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك بيقدم عقود كبيره جدا طبعا، زائد البطولات اللي بتتلعب. طب فاحنا عندنا نادي الزمالك لسه واخد سوبر افريقيا، نادي الاهلي واخد بطوله افريقيا ابطال الكؤوس، لعيبه عايزه تلعب على المستوى القاري طبعا بيوصلهم للمنتخب القومي، بيوصلهم احلامهم بتحقق بدري. فاللعيبه كلها عايزه تروح اهلي وزمالك طبعا، زي ما احنا قلنا الامكانيات الماديه والجزء الخاص بالبطولات. فاحنا نتمنى كمان ان اللعيبه بتاعتنا تسافر كمان بره، يعني يبقى الاحتراف هو الهدف الاساسي، مش الاهلي والزمالك هو الهدف الاساسي. بالظبط، يعني ده هدف خطوه بس يتبني عليها خطوه الاحتراف يعني من بعدها. بالظبط، انا اظن ان اللعيبه كمان دلوقتي التفكير بتاعها بقى مختلف، مش موضوع اهلي وزمالك بس، اللعيبه عاوزه تسافر كلها، عايزه تحترف. تجربه سند، تجربه علي زين، تجربه محمد ممدوح، دودو صغير في السن، تجربه دودو طبعا، الناس دي ان شاء الله ربنا يكرمهم ويوفقهم يكملوا. وطبعا يعني ان شاء الله عندنا عناصر كتير زي يحيى الدرع، سيف الدرع، حسن قداح، وحميد، وطاء، والطيار، كل العناصر دي لازم تسافر ان شاء الله، يا ربنا يوفقهم ان شاء الله ويسافروا وتكون تجربه ناجحه، يعني يستمروا بره، ما يرجعوا لناش بعد سنه ولا ست شهور. لا، احنا عايزين يبقى في استمراريه في الاحتراف يعني. بالظبط، ما ده بقى شكل الاحتراف بالنسبه لنا دلوقتي، نوعه بقى كده، يعني مش نوع الاحتراف اللي هو انا طالع ما شاركش، طالع اقعد دكه، طالع وخلاص. تجربه سند وتجربه دودو وتجربه علي وتجربه محمد ممدوح ومن قبلهم الاحمر، يعني التجارب دي كلها بتخلي اللعيبه خلاص، لا التفكير اتغير خلاص، اللي عندهم دلوقتي الهدف اتغير، الطموح عالي جدا، سقف الطموح بتاع اللعيبه ما بقاش ليه حد، زي ما انا بقول لحضرتك كده اللي خلينا يبقى ليد في ماتش برشلونه ده، ان الطموح بتاع اللعيبه لا انا ما عنديش مشكله، انا لسه راجع من اولمبياد، انا زيه انا ما عنديش مشكله. لا وفرصه، انت بقى بالنسبه لك انت تعمل تسويق لنفسك بالظبط، خطير يعني، مش حاجه بالسهل بتحصل كل يوم، وفي وقت كمان السوق بيبص لك على ان انت اوبشن ومطلوب، يعني انت عرض وطلب وانت عرض ومطلوب جدا. بالظبط، زي منتخب مصر حاليا مثلا، المنتخب الاول هتلاقي كل الدول عايزه تسافر، كل الدول عايزه تلاعب منتخب مصر، في بطولات متنظمه في الاسبوع الدولي، لا في دول عايزه كتير تستضيف منتخب مصر، في انت ما بقاش عندك مشكله في اي حاجه دلوقتي، كل الناس بصلك ان خلاص من القوى الكبيره اللي موجوده في عالم كره اليد. فالحاجات دي كلها منميه الطموح عند اللعيبه ان هي تسافر، وتسافر كمان في احسن الانديه، مش تسافر في انديه في الوسط ولا في اخر الدوري ولا لا لا، اللعيبه خلاص انا عندي طموح ان انا العب في احسن انديه في اوروبا. عندنا يحيى خالد طبعا تجربه ناجحه جدا ما شاء الله، يعني نتمنى ان شاء الله ان اللعيبه التفكير بتاعها يتغير ونشوفهم ان شاء الله في احسن انديه في اوروبا. يا رب، لان ده بصمته واضحه جدا على مستوى منتخبنا الوطني امام المنتخبات الكبيره، بتلاقي اللعيبه المحترفه مش هنقول ان اللعيبه المحليه مش، لا كله عظيم يعني، كله عظيم، بس بتلاقي ساعات كده في لحظات بتعتمد على الثبات الانفعالي، بيبان فعلا بالزبط. ان اللاعب ده محترف وبيلعب وبيتحط في مواقف ضغط زي ده. واللعيبه اللي كانوا فيه، عدد من اللعيبه كانوا في مونديال وفي طوكيو، لا لعيبه تقيله جدا، وقبل كده هم بيلعبوا معاهم في دوري ابطال اوروبا وبيلعبوا معاهم في الدوري الاوروبي. بالظبط كده، واتمنى ان شاء الله ان ده يتحقق كمان على مستوى حراسه المرمى، لانه هيفيد الحراسه في المنتخب الوطني، يعني ان شاء الله هتفرق معانا جدا في كل البطولات الجايه ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بتمنى لحضرتك التوفيق انت والجهاز الفني باكمله. احنا بقت يعني زي ما اللعيبه طموحاتها عاليه، احنا كجماهير طموحاتنا عاليه جدا. فان شاء الله في النسخ القادمه من كاس العالم، سواء للناشئين او للشباب، نحافظ على مكانتنا ضمن الثلاثه الكبار بإذن الله. ان شاء الله دايما نكون احنا الاكبر، احنا اللي في المركز الاول. ان شاء الله. كابتن وليد نورتنا، كابتن وليد عبد المقصود، واحد من نجوم حراسه المرمى
لنادي الزمالك سابقا، مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني للشباب حاليا، بتمنى له كل التوفيق هو وجهازه الفني. وبشكركم مشاهدينا، شكرا جزيلا، ونلتقي باذن الله على الف خير.